والهندسه سواق تاكسي قولوا الرئيس كل يوم بتهان عشان اجيب 5 ترغفة ليا واخواتي وما بجيبهمش. قولوا الرئيس حاتم امين الشرطه هرقف امي ضرب بسبب ومن غير سبب. قولوا الرئيس الشيخ فلان الفلاني بيكفرنا وبيقول على بلوط صنم والاهرامات قسم. قولوا الرئيس رفض يكرم اختي في الطابور عشان مش لابسه حجاب رغم ان هي متفوقه. قولوا الرئيس بخاف اروح المدرسه الصبح عشان مفيش امان في الشارع. قولوا الرئيس الغاز فين؟ السولار فين؟ البنزين فين يا سيادة الرئيس؟ عقدة فين؟ ولا صحيح زي ما بنسمع بيقولوا انه راح غزة. بس احب اقول لك حاجة يا سيادة الرئيس، اللي يعوز المصريين يحرم على غزة وعلى أي حد تاني غير المصريين. Stop.